لما يكون في عنا خلطة فلافل جاهزة من الدرة فينا نتفنن بوصفات الفلافل المختلفة. اليوم رح نحضر سلطة الفلافل، خليكن معي بالخطوات العملية. فلافل الدرة، رح استخدم خلطة الفلافل الخاصة من منتجات الدرة. رح أضيف المي ونبدأ بخلط المكونات، رح نتركها على جنب ونبدأ بتحضير زيت القلي. باستخدام قالب الدرة الخاص رح أبدأ بتحضير قطع الفلافل ومباشرة إضافتها بزيت الحامي. مثل ما عم نشوف الفلافل مميزة جدا، تحضيرها كثير سهل وعم يختصر علينا كثير من الوقت. رح أبدأ بمكونات السلطة باستخدام الملفوف الأحمر واللفت. رح استخدم الخس والبندورة الكرزية، أوراق النعنع وأوراق الجرجير، ورح نقلب المكونات مع بعض. رح نضيف طبقة من السلطة، رح استخدم صلصة الطحينية لإضافتها على الوجه، ومن بعدها رح نوزع حبات الفلافل على الوجه، ورح أضيف دبس الرمان. صحتين وعافية.